بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي ما جاء فيه من الذم والوعيد، وذلك لما في كثرة الحلف من الاستهانة وعدم التعظيم للرب سبحانه وتعالى، وهذا مما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. ولهذا أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة في كتاب التوحيد: لما في كثرة الحلف من استهانة وعدم تعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا مما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. والمسلم يعظم ربه، وهذا من تمام توحيده لربه جل وعلا، وقد قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي عظمة وتعظيما. وقال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره. فالواجب على المسلم أن يكون معظما لله، معظما لأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته، وأن يكون مجانبا لكل أمر يتنافى مع هذا التعظيم. ومن ذلكم كثرة الحلف التي تدل على الاستخفاف وعدم التعظيم لله سبحانه وتعالى، لأن من كان في قلبه لله ولأسمائه جل وعلا وصفاته تعظيم، فإنه لا يسارع أو لا يبادر إلى الإكثار من الحلف، وأن يكون ديدنه الحلف بغير مبالاة ولا اكتراث، فهذا لا شك أنه مما يتنافى مع التعظيم لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله جل وعلا قول الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. والأيمان جمع يمين، واليمين هو الحلف، ولا يكون الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى وأسمائه جل وعلا. قد مر معنا في ذلك ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف لا يكون إلا بالله جل وعلا، والحلف إنما هو عن تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله. فكما أن الحلف بغير الله عز وجل يتنافى مع التعظيم لله، فكذلك الحلف بالله كاذبا أو الإكثار من الحلف بالله عز وجل عن غير مبالاة بهذا الأمر يتنافى أيضا مع التعظيم لله جل وعلا، وهذا أيضا مما يتنافى مع كمال التوحيد الواجب. وقول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، حفظ اليمين يكون بالبعد عن كثرة الحلف، ويكون أيضا بالبعد عن الحنث في اليمين. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في معنى قوله: واحفظوا أيمانكم لا تحلفوا، لا تحلفوا. وهذا فيه أن من حفظ اليمين أن لا يبادر الإنسان إلى اليمين، ولا يسارع إليها، ولا يكون مكثرا منها، ولا يكون الحلف إلا عن حاجة في مقام يسوغ فيه الحلف ويصح فيه الحلف، دون مسارعة ودون أيضا
تسرع في الحلف وعدم مبالاة بعظم اليمين وعظم شأن الرب سبحانه وتعالى المحلوف به. قال لا تحلفوا، أي لا تبادروا إلى الحلف ولا تكثروا منه. وجاء عن بعض السلف في معنى الآية، في معنى قوله واحفظوا أيمانكم، أي لا تحنثوا في أيمانكم. والقولان متلازمان، لأن كثرة الحلف مفضية إلى الحنث في اليمين، وأيضا عدم الصدق في تلك اليمين كما سيأتي في بعض الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. الحلف أي الأيمان التي تصدر من البائع في بيعه وعرضه لسلعه في السوق، والله إنها لجديدة، والله إنها لبضاعة اليوم، والله إنني أعطيت فيها كذا وكذا، والله هذا رأس مالها ليس لي فيها أي ربح أو أي مكسب، إلى غير ذلك من عبارات كثيرة تأتي على ألسنة البائعين ويحلفون بالله ويكثرون من الحلف بالله سبحانه وتعالى من أجل تنفيق السلعة. إذن همته نفاق السلعة، وهذه الكثرة من الحلف بالله عز وجل من أجل تنفيق السلع، ولا سيما أيضا مع عدم الصدق في ذلك والوقوع في الكذب، هذا من عدم التعظيم لله، هذا ناشئ من عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى. لأنه لو كان معظما ربه لما كانت هذه السلعة ترخص عنده عظمة الرب جل وعلا وتعظيم الرب فيحلف به كاذبا من أجل أن ينفق سلعته. ثم ماذا يكون إذا نفقت هذه السلعة؟ نفاق للسلعة مع نقص في الدين وضعف في الإيمان، فأي ربح حصل؟ ثم هذا الربح الدنيوي الذي حصله ممحوق البركة، ممحوق البركة، لا يبارك الله له في مال حصله بهذه الطريقة، فخسر من جهتين، من جهة نقصان دينه ومن جهة عدم البركة في المال الذي حصله. نعم قد تروج سلعته، قد تروج سلعته وتشترى ويتنافس الناس ويتبادرون على شرائها تصديقا له في تلك الأيمان المتكاثرة التي تصدر منه فتنفق سلعته، لكن الله عز وجل يمحق البركة. ومحق البركة أي محوها، محق البركة أي محو البركة، فيأخذ مالا لا بركة فيه، لا بركة له في ذلك المال، فيكون خسر من جهتين، من جهة نقص دينه بسبب الحلف وكثرة الحلف والأيمان الكاذبة التي ينفق بها سلعته، ويكون خسر من جهة أخرى أن هذا الربح الذي حصله ممحوق البركة. قال عليه الصلاة والسلام الحلف منفقة للسلعة، منفقة من النفاق بفتح النون وهو رواج السلعة، منفقة للسلعة أي أن السلعة تروج وتنفق إذا حلف. وكل إنسان وفي الغالب عندما يأتي للسوق ويقول له البائع والله إنه لجديد أو والله هذا رأس مالي أو ربحي فيه قليل أو نحو ذلك يبادر إلى الشراء تعظيما لهذه اليمين، ولا يظن أنه يحلف على ريال أو ريالين أو عشرة أو مئة أو ألف أو أكثر من ذلك وهو كاذب. فمقام الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى. لكن من كان همه الدنيا، من كان همه الدنيا وليس له اهتمام إلا في تحصيلها لا يبالي بما فيه تعظيم لله سبحانه وتعالى
في سبيل مال قليل يحصله أو ربح قليل يكتسبه وهو ممحوق البركة، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال: منفقة للسلعة، والسلعة هي البضاعة، وممحقة للكسب، أي الكسب الذي يحصله من وراء ذلك كسب ممحوق البركة، أي لا بركة فيه، يمحو الله سبحانه وتعالى منه البركة. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال وعن سلمان أي الفارسي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرت عن هؤلاء تدل على أن الأمر الذي اقترفوه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، لأن مثل هذا الوعيد لا يأتي إلا فيما هو كبير وعظيم. قال: لا يكلمهم الله. لا يكلمهم الله أي أن هؤلاء العصاة أهل هذه الصفات والخصال لا يكلمهم الله يوم القيامة بما يكلم به أولياءه وأصفياءه من كلام فيه إكرام وإنعام وتشريف وفضل يمن الله سبحانه وتعالى به عليهم، فيسمعون كلام الله منه سبحانه وتعالى تكرمة لهم وإنعاما منه جل وعلا عليهم. فنفي الكلام أن الله يكلم هؤلاء العصاة دليل على تكليمه سبحانه وتعالى من سواهم من أهل الإيمان والتقوى والصلاح والاستقامة على طاعة الله عز وجل. ولهذا فالحديث فيه إثبات صفة الكلام لله، وأن الله عز وجل يتكلم متى شاء بما شاء، ومن ذلك أنه يكلم يوم القيامة أصفياءه وأولياءه كلام إكرام وإنعام وتفضل، مثل ما جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: هل تريدون شيئا أزيدكم؟ هل تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجينا من النار؟ ألم تبيض وجوهنا؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله سبحانه وتعالى، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء يكلمهم الله كلام إنعام وتكرمة وإحسان وفضل. وأما هؤلاء العصاة فمن الوعيد لهم على هذه المعاصي الكبيرة والذنوب العظيمة التي اقترفوها أن الله عز وجل لا يكلمهم. والمنفي هنا كلام الإكرام والإنعام، كلام الإكرام والإنعام، وإلا فإن الكفار يكلمهم كلام الزجر والتقريع، مثل قول الله لهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون، هذا كلام من الله سبحانه وتعالى. لكن المنفي هنا هو كلام الإنعام والإكرام والتفضل والإحسان، وإنما يكون ذلك لأولياء الله سبحانه وتعالى وأصفيائه. قال: لا يكلمهم الله، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم. من التزكية وهي التطهير، ولا يزكيهم أي لا يحصل لهم التزكية من الله تبارك وتعالى، والتي ينال بها دخول الجنة دخولا أوليا كما هو الشأن في السابقين بالخيرات وأصحاب اليمين، يدخلون الجنة دخولا أوليا يزكيهم الله سبحانه وتعالى ويطهرهم ويحصل لهم ما يحصل، فيدخلون الجنة يوم القيامة دخولا أوليا. أما هؤلاء ليسوا أهلا لذلك، لا يزكيهم الله، ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب شديد مؤلم، لهم عذاب شديد مؤلم. وهذا يدل على عظم الأمور التي ارتكبها هؤلاء،
عظم الأمور التي ارتكبها هؤلاء. قال عليه الصلاة والسلام: أشيمط زان. أشيمط زان، هذا الأول من هؤلاء الثلاثة، الأشيمط الزان. والشمط هو الشيب، والأشيمط تصغير أشمط، والذي أصابه الشمط يعني شاب وكبر سنه. ومن المعلوم أن الرجل إذا كبرت سنه ضعف البدن وضعفت القوة وضعفت أيضا الرغبة والشهوة، تضعف فيه مع كبر سنه. فإذا زنى في كبر سنه وشيخوخته، إذا وقع في الزنا، لا يكون الداعي إلى الزنا قوة الشهوة وتأججها كما هي في الشاب، وإنما يكون الدافع لذلك فساد في هذا الرجل وانحراف في قلبه ورقة في دينه وعدم خوف من ربه سبحانه وتعالى. أما الشاب قد يكون عنده شيء من الخوف من الله، ولكن قوة الشهوة تغلبه ولا يعذر في ذلك، لكنه ثمة داعي فيه يدفعه دفعا إلى المعصية فيحتاج إلى مقاومة. أما من شاخ وكبر فإن هذا الداعي أو الدافع ضعف فيه، فإذا وقع في الزنا في شيخوخته وكبر سنه فهذا دليل على فساد في قلبه، دليل على فساد في قلبه، لأنه وقع في الفاحشة مع ضعف الداعي أو ربما عدم وجود الداعي، ولهذا استحق هذه العقوبة الشديدة المغلظة. أشيمط زان، أشيمط زان أي شيخ كبير مسن يقع والعياذ بالله في الزنا. وهذا يفيدنا فائدة مهمة فيما يتعلق بالذنوب، أن الذنوب تتفاوت تفاوتا عظيما بحسب ما يحتف بها ويقترن بها. فمثلا زنا الشيخ أعظم جرما من زنا الشاب. الزنا في الشهر الفاضل أو الوقت الفاضل أو الحال الفاضل أعظم منه في ذلك. فالمعصية تتفاوت بتفاوت ما يحتف بها ويقترن بها. ونقف وقفة نستمع فيها إلى كلام لابن القيم عظيم الفائدة، منقول من كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فيه بيان تفاوت الذنوب بحسب ما يقترن بها، ممثلا على ذلك بفاحشة الزنا. نعم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، قال: وبالجملة فمراتب الفاحشة متفاوتة بحسب مفاسدها، فالمتخذ خدنا من النساء والمتخذة خدنا من الرجال أقل شرا من المسافح والمسافحة مع كل أحد، والمستخفي بما يرتكبه أقل إثما من المجاهر المستعلن، والكاتم له أقل إثما من المخبر المحدث للناس به، فهذا بعيد من عافية الله تعالى وعفوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يستر الله تعالى عليه ثم يصبح يكشف ستر الله عنه يقول: يا فلان فعلت البارحة كذا وكذا، فيبيت ربه يستره ويصبح يكشف ستر الله عن نفسه، أو كما قال. وكذلك الزنا بالمرأة التي لا زوج لها أيسر إثما من الزنا بذات الزوج، لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه وإفساد فراشه عليه، وقد يكون إثم هذا أعظم من إثم مجرد الزنا أو دونه. والزنا بحليلة الجار أعظم من الزنا ببعيدة الدار، لما اقترن بذلك من أذى الجار وعدم حفظ وصية الله تعالى ورسوله به. وكذلك الزنا بامرأة الغازي في سبيل الله أعظم إثما عند الله من الزنا بغيرها، وكما تختلف درجاته بحسب المزني بها فكذلك تتفاوت درجاته بحسب الزمان والمكان والأحوال وبحسب الفاعل. فالزنا في رمضان
ليلا أو نهارا أعظم إثما منه في غيره، وكذلك في البقاع الشريفة المفضلة هو أعظم إثما منه فيما سواه. أما تفاوته بحسب الفاعل فالزنا من الحر أقبح منه من العبد، ولهذا كان حده على النصف من حده ومن المحصن ومن المحصن أقبح منه من البكر، ومن الشيخ أقبح منه من الشاب. ولهذا كان أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم الشيخ الزاني. ومن العالم أقبح منه من الجاهل لعلمه بقبحه وما يترتب عليه وإقدامه على بصيرة. ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز. هذا كلام عظيم لابن القيم رحمه الله تعالى في بيان تفاوت الذنب الواحد بحسب ما يحتف ويقترن به، إما من حيث الفاعل أو من حيث المفعول به أو من حيث الزمان أو من حيث المكان، كما وضح ذلك رحمه الله تعالى بالأمثلة. قال: وعائل مستكبر، أحد الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، عائل مستكبر. والعائل هو الرجل الفقير الذي له عيال وله أسرة ينفق عليهم، وهو رجل فقير لا مال له، ومع ذلك يكون مستكبرا، يكون مستكبرا، فهذا تكبر مع ضعف الداعي أو عدم وجوده، لأن الذي يحرك في الإنسان الكبر المال أو الرئاسة والمكانة، وهذا رجل فقير وعنده أسرة وينفق على أسرته من قليل يحصله ثم يستكبر على الناس، فهذا التكبر تكبر ناشئ عن غير داع أو دافع له. ولهذا صاحب المال أو صاحب الرئاسة يحتاج إلى معالجة لنفسه، معالجة مستمرة يدفع عن نفسه التكبر، لأن المال يحرك فيه التكبر والرئاسة تحرك فيه التكبر. أما إذا كان فقيرا ثم يتكبر على الناس، ما الذي يدفعه إلى هذا التكبر إلا وجود فساد في قلبه، أما الداعي فليس موجود، الداعي وهو المال أو الرئاسة ليس موجودا، فهذا يدل على فساد في قلبه تولد منه هذا التكبر على الناس، فاستحق هذه العقوبة، استحق هذه العقوبة لوجود هذا التكبر فيه مع ضعف الداعي أو عدمه. ثم ذكر الثالث وموضع الشاهد للترجمة، قال: ورجل جعل الله بضاعته. ورجل جعل الله بضاعته، جعل الله أي جعل الحلف بالله والأيمان الكاذبة بضاعته، أي ترويجا لبضاعته وتنفيقا لسلعته، جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، وهذا يدل على أنه كثير الحلف ولا يبالي بعظمة الله وعظمة أسمائه سبحانه وتعالى، وهمه هذا المال الذي يريد أن يحصله، ولا شك أن وقوع ذلك من ضعف التوحيد ونقص التوحيد ونقص التعظيم لله سبحانه وتعالى. وعموما فهذه الأمور الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبتهم الشديدة في هذا الحديث، هؤلاء الثلاثة كلهم إنما نشأت أعمالهم من ضعف إيمانهم، إنما نشأت أعمالهم هذه من ضعف إيمانهم ورقة دينهم، فوقعوا في مثل هذه الشنائع والعظائم التي استحقوا بها هذه العقوبة المغلظة. نعم. قال: وفي الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون،
ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. قال وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير أمتي قرني, هذا فيه خيرية القرن الأول وأنهم خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام, وقد قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس, والصحابة رضي الله عنهم يدخلون في هذه الآية دخولا أوليا مقدما على دخول غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فخير الناس قرن النبي عليه الصلاة والسلام, أي الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام ورأوه صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا الصحيح أن المراد بالقرن الأول الصحابة رضي الله عنهم, فيتناول هذا القرن جميع الصحابة إلى آخر الصحابة وفاة رضي الله عن الصحابة أجمعين, فهذا هو القرن الأول. المراد بالقرن الأول أصحاب النبي, فيتناول كل صحابي, كل من حصلت له رؤية النبي عليه الصلاة والسلام إلى آخر الصحابة وفاة, هؤلاء هم القرن الأول, هؤلاء هم القرن الأول. ثم القرن الثاني قرن التابعين, ويشمل هذا القرن كل من حصلت له رؤية للصحابة وتلقي عن الصحابة رضي الله عنهم إلى آخر التابعين وفاة, إلى آخر من رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفاة, فهؤلاء يقال لهم التابعون وهم القرن الثاني. فالقرن الأول الصحابة, والقرن الثاني هم التابعون, والقرن الثالث هم أتباع التابعين, أتباع التابعين من تلقوا عن التابعين الذين تلقوا عن أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اتفقت الروايات على ذكر الصحابة والتابعين وتابعيهم وهم القرون الثلاثة, وهم القرون الثلاثة. فالقرون الثلاثة هم هؤلاء الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام, ثم القرن الذين يلونهم وهم الذين تلقوا عمن صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام, ثم القرن الذي يليهم وهم الذين تلقوا عمن تلقوا عن أصحاب النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال خير أمتي قرني, خير أمتي قرني, وهذا القرن هم الذين شرفهم الله وأكرمهم ومن عليهم بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام, وهذه خيرية لم ينلها أحد جاء بعدهم, ولهذا لا يسبقهم أحد لأنهم حصلوا شيئا لا يحصله أحد جاء بعدهم مهما عمل ومهما قدم ومهما بذل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة, ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هؤلاء شرفهم الله عز وجل بشرف عظيم لا يناله كل من جاء بعدهم, وهو شرف الصحبة والنصرة والسماع والتلقي من النبي عليه الصلاة والسلام ونقل الدين لمن بعدهم, فهذا شرف ميز به الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم, أي يلي هؤلاء في الخيرية القرن الذي يليهم وهو قرن التابعين, وهم الذين شرفهم الله وأكرمهم بالتلقي عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم الذين يلونهم وهم أتباع التابعين. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. إذا كان ذكر مرتين فالقرون المفضلة ثلاثة, وإذا كان ذكر بعد قرنه ثلاثا فالقرون المفضلة أربعة قرون. قال ثم إن بعدكم قوم, ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ثم إن بعدكم قوم,
هكذا جاء في بعض النسخ نسخ الصحيح، وفي بعضها قوما اسم إن. وأما بحسب ما جاء في هذه النسخة والتي أثبتها الشيخ رحمه الله فهي على تقدير محذوف، إن بعدكم يجيء قوم، يجيء قوم أو يكون قوم، وهذا التقدير جاء مصرحا به في بعض الروايات، جاء مصرحا به في بعض الروايات، جاء في بعض الروايات يجيء قوم وفي بعضها يكون قوم. قال إن بعدكم قوم، أي يجيء قوم، أو على الرواية الأخرى إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. يشهدون أي يبادرون إلى الشهادة ويسارعون إليها، ولا يستشهدون أي دون أن يطلب منهم، وهذا فيه مسارعة هؤلاء إلى الشهادة وعدم اكتراثهم بها واستخفافهم بهذا الأمر، أمر الشهادة. يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، أي أن ديدنهم الخيانة وعدم الأمانة، وهذا كله من رقة دينهم وضعف إيمانهم. وينذرون ولا يوفون، ينذر إن حصل لي كذا لأفعلن كذا أو نحو ذلك، ولا يفي بنذره، ولا يفي بنذره. وهذه الأمور الثلاثة التي هي أوصاف لهؤلاء الذين يخلفون من بعد تدل على رقة دين هؤلاء، ومن ذلك أنهم يشهدون، يأتي ويشهد ويحلف الأيمان الكاذبة ويبادر إلى الشهادة وإلى الحلف، وهذا كله من عدم تعظيمه لله سبحانه وتعالى ومن رقة دينه. قال ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن، وهذا مما يدل على إكبابهم على الدنيا ولهفهم عليها واستكثارهم منها وميلهم إلى التنعم وكثرة المطاعم والمشارب والمآكل، وهذا ديدنهم وهذا شغلهم، ولهذا يظهر فيهم السمن. فالذم الذي نال هؤلاء في السمن الذي هو السمن بسبب إكبابهم على الدنيا، ولهذا قال العلماء لا يذم السمن مطلقا، يعني بعض الناس قد يكون السمن بسبب مرض أصابه أو نحو ذلك، فلا يذم مطلقا، لا يذم مطلقا، ولكن يذم عندما يكون سمنا مفرطا سببه إكباب المرء على الدنيا، سببه إكباب المرء على الدنيا وتكاله عليها، وهمته إنما هي متجهة إلى المطعم والمشرب والمأكل ونحو ذلك. الشاهد من الحديث قوله يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون، يبادرون إلى الشهادة، والشهادة يكون فيها اليمين ويكون فيها الحلف، فهو يشهد، يأتي ويبادر، يشهد والله إنه لحصل كذا، والله إنه لم يحصل كذا، يبادر إلى ذلك ويحلف في شهادته الأيمان الكاذبة، وهذا كله ناشئ من عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا مما يتنافى مع التوحيد الواجب. نعم. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال وفيه عن ابن مسعود، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وهذا بنحو الحديث الذي قبله في ذكر القرون المفضلة، وهي قرن الصحابة رضي الله عنهم، وقرن التابعين، وقرن أتباع التابعين، فهذه القرون المفضلة. وقد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، فالأمور تضعف بعد ذلك، وأخبر عن ذلك صلوات الله وسلامه عليه أن الأمور إلى ضعف
مع إخباره في الوقت نفسه أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، وهذا الإخبار على وجه التحذير والإنذار، وأن الواجب على الإنسان أن يقبل على دين الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من هؤلاء الذين هم أنصار لدين الله عز وجل، ولا يغره كثرة الهالكين، ألا يغتر بكثرة الهالكين. قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يجيء، أي بعد هؤلاء وبعد هذه القرون المفضلة، قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، وهذا فيه مسارعة هؤلاء إلى اليمين ومسارعته إلى الشهادة دون مبالاة ودون اكتراث، وهذا من رقة الدين وضعف الإيمان ومن عدم التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا هو وجه الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قرأت كلام إبراهيم؟ نعم. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. قال رحمه الله: وقال إبراهيم، أي النخعي رحمه الله تعالى وهو من التابعين، قال: وكانوا يضربوننا، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، العهد أي الأيمان، عهد الله إنه لكذا، أو أحلف بالله إنه لكذا، والشهادة أشهد بالله إنه لكذا، كانوا يضربوننا على ذلك ونحن صغار. وهذا فيه أن الصغار يحتاجون من الصغر أن يعودوا على حفظ اليمين، وأن يعودوا أيضا على عدم المسارعة إلى الشهادة، وعدم المسارعة إلى الأيمان والعهود، وعدم المبادرة إلى هذه الأمور، وأن يعظم في نفوسهم هذه الأشياء منذ الصغر، لأنه كما قيل: من شب على شيء شاب عليه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ولهذا يحتاج الصغار أن ينبهوا على ذلك، وإذا كان على لسان الصغير كثرة الحلف يقال له: انتبه انتبه، لا 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 تكثر الحلف، لا تكثر الحلف، فإن كثرة الحلف هذا عن ضعف تعظيم للمحلوف به سبحانه وتعالى، كثرة الحلف ينشأ عن ضعف تعظيم للمحلوف به جل وعلا، وإنما يلجأ إلى الحلف عند الحاجة وعند المقام الذي يقتضيه ذلك، مع استشعار من الحالف لعظمة من يحلف به. أما من ديدنا الحلف في كل شيء يحلف، لا شك أن هذا ناشئ عن ضعف تعظيم للمحلوف به سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن ينشأ الصغار ويعودوا على تعظيم اليمين وإدراك عظم شأن اليمين، وينهوا عن كثرة الحلف لما في ذلك من ضرر على هؤلاء في مقام التوحيد ومقام تعظيم الرب سبحانه وتعالى. قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. أيضا مما يستفاد من ذلك أهمية تربية الأولاد والأبناء والنشأ على الاعتقاد والتوحيد والإيمان بالله عز وجل، وأيضا الفروع المتعلقة بأمور التوحيد وجوانبه العديدة، ينشأ الصغار على العناية بهذا المقام العظيم الذي في نشأتهم عليه صلاحهم وعزهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الوصية بحفظ الأيمان. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: الوصية بحفظ الأيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. والمراد بحفظ اليمين عدم الحلف وعدم الإكثار من حلف من الحلف، مثل ما جاء عن ابن عباس في معنى الآية: قال: لا تحلفوا، قال: لا تحلفوا. وقال غيره من السلف في معنى الآية: أي لا تحنثوا في أيمانكم. والقول الأمران متلازمان، فإذا حفظ اليمين يكون بعدم الحلف والبعد عن كثرة الحلف، وأيضا عن البعد عن الحنث في اليمين، كل ذلك يعد حفظا لليمين. نعم. الثانية: الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة
ممحقة للبركة. الثانية الإخبار بأن الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، أي كما جاء في حديث أبي هريرة، والحديث الأول الذي ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. وهذا الإخبار ينبه الإنسان أن لا يغتر عندما يحلف في سلعة ويجد أن السلعة تروج والناس يقبلون على بضاعته ويشترون، لا يغتر بذلك. نعم الحلف منفقة للسلعة، لكن ماذا يتبع نفاق السلعة؟ ليتنبه لذلك قال ممحقة للبركة، أي لا يبارك الله له في مال حصله بهذه الأيمان. وهذا الاسترخاص والاستهانة باليمين وعدم التعظيم لها لا يبارك الله له في هذا المال وإن كثر المال الذي حصله. فهذا فيه تحذير للمسلم وتنبيه له ألا يغتر بالمال الذي يحصله في هذه الأيمان وكثرة اليمين، فإنه وإن كان منفقة للسلعة فإنه في الوقت نفسه ممحقة للبركة. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه، فإن من كان كذلك فهو أحد الثلاثة الذين قال عنهم عليه الصلاة والسلام لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. قلة الداعي أي ضعف الداعي الذي يحرك هذا الذنب، مثل ما مر معنا في الأشيمط الزاني وفي العائل المستكبر. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم قال الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون، وهذا في قوله يشهدون ولا يستشهدون، أي يبادرون إلى الشهادة والحلف دون أن يكون طلب منهم ذلك. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم. قال السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة وذكر ما يحدث بعدهم، ثناؤه عليهم بأنهم خير القرون، قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، قال عمران فلا أدري أذكر بعده بعد قرني مرتين أو ثلاثا، ولهذا قال الشيخ الثلاثة أو الأربعة. وذكر ما يحدث بعدهم حيث قال عليه الصلاة والسلام ثم إن بعدكم قوم أو قوما يشهدون إلى آخر الحديث، وفي الحديث الذي بعد قال ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون، أي كما جاء في حديث عمران ابن حسين رضي الله عنه قال يشهدون ولا يستشهدون. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد، أي كما جاء في الأثر عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.